اللي نظموا وقفه ضد تعديل قانون المحاماه كانوا اصحاب التعليم المفتوح، اللي كانوا بيشتمونا في نقابه المحامين اصحاب التعليم المفتوح، واللي ضابط القيد نالتهم ومنعتهم من ان هم يتدرجوا في نقابه المحامين كما يريدوا وكما يشاءوا. فاصبحت المعركه واضحه، معركه بين المحامين المشتغلين وبين المحامين غير المشتغلين. ايضا القانون بيحمل ضمانات جديده للمحامي. احنا عندنا ضمانات موجوده في الماده 49 تتعلق بحمايه المحامي في جرائم الجلسات، الجرائم الجلسات اللي هي السب والقذف والاهانه اثناء المرافعه، والنص في حاله التلبس في الجرائم دي لا يقبض على المحامي ولا يحتجز ولا يحبس احتياطيا، وانما تحرر مذكره. لاول مره لما احدثنا هذا التعديل ما فيش في مصر في نظامنا الدستوري ولا القانوني في حمايه من جرائم التلبس مطلقا، لا في قاضي محمي في حاله التلبس ولا في نائب في البرلمان محمي في حاله التلبس، انما في محامي محمي في حاله التلبس في الحالات الاربعه اللي انا قلتها لحضراتكم في الماده 49، علشان نضمن ان يؤدي المحامي واجباته والتزاماته في مواجهه المحكمه. فكان علينا ان احنا ندخل على الجهات الاخرى التي تتعامل، هذه الحمايه تمتد مش بس امام المحكمه، لتكون بذاتها امام النيابه، لتكون بذاتها امام جهات الاستدلال المعنيه. هذه الحمايه تؤكد لنا ان احنا امام حصانه جديده، حصانه مهنيه جديده تدعم المحاماه وتدعم رسالتها وتدعم دور المحامي. ايضا نقلنا هذه الحمايه فيما يمكن ان يوجه للمحامي من اتهامات في غير حالات التلبس. محامي بيقدم بلاغ لموكله في قسم الشرطه، خصم موكله يبادر بتقديم بلاغ مضاد للمحامي في ذات التوقيت، يقول له امبارح المحامي ده عمل كذا وامبارح المحامي ده عمل كذا، يقسم الشرطة يتحفظ على كل الأطراف بما فيهم المحامي ويعرضوا على النيابة والاثنين يحتجزوا، فيكف المحامي عن أداء واجباته ويعاق عن أداء عمله من أجل تهمة زائفة أصلا مفتعلة من أجل تعويق المحامي عن أداء دوره. حطينا الحماية دي في القانون وقلنا في الحالات دي لا يجوز القبض على المحامي ولا حبسه احتياطية ولا احتجازه، وإنما المذكرة تروح للمحامي العام الأول للاستئناف ليقدر الامر في جريمه ولا ما فيش جريمه، في جريمه جنائيه النيابه تحققها النيابه المختصه ولا ما تحققهاش، في جريمه تاديبيه تروح النقابه ولا ما تروحش. ده هيؤدي الى ايه؟ يؤدي الى ان المحامي هيظل رغم الاتهام الموجه ضده من خصومه يؤدي واجباته امام النيابه او امام المحكمه حتى لا يعطل عن اداء هذه المأموريات واداء هذه الواجبات. إذا نحن أمام إنجاز جديد ومساحة جديدة من الحماية غير مسبوقة. نتمنى إن شاء الله أنها تمر بخير بإذن الله. أيضا إحنا عندنا تعديل في تحصيل أتعاب المحاماة. وإحنا أسندنا في التعديل الجديد لنقابة المحامين حق تحصيل أتعاب المحاماة مباشرة من غير وساطة لا أقلام المحضرين ولا وزارة المالية، اللي بتضيع أو ضاعت بمقتضاها كثير من أتعاب المحاماة دون مقتضى. احنا باذن الله بهذا التعديل هنبقى حمينا حقوقنا في هذه الاتعاب اللي تقدر بكثير، لا استطيع ان احصرها لكن بالعكس اقول انها كثير من الاموال كانت يمكن ان تضيع لو احنا اقدمنا على ان احنا لننظم هذا الشان. اعتقد ان الموارد دي هتعود اليكم تاني مره اخرى وفي صوره خدمات حقيقيه. ايضا بقي الجزء المتعلق باكاديميه المحاماه. احنا قررنا انه المحاماة طبقا للقانون او التعديلات الجديدة ما فيش حاجة اسمها اللي معاه ليسانس ومعاه شهادة حسن سير وسلوك ويدفع الألف جنيه يبقى محامي، مش هيحصل. لازم نقابة المحامين تحدد هي السنة دي عايزة كم واحد، شروط القبول كم واحد، ضوابطها ايه، من خلال أكاديمية تسبق الالتحاق بنقابة المحامين بحيث انه لا يجوز ان ينضم لنقابة المحامين إلا من نجح في هذه الأكاديمية. الأكاديمية دي عمرها سنتين في التدريس، هتمنح مؤهل يؤهل صاحبها إنه يتقدم لاختبارات نقابة المحامين، غير كده هتبقى نقابة المحامين بره الموضوع. معناه إيه ده؟ معناه إنه اللي هيدخل نقابة المحامين هيبقى من حيث المستوى العلمي والثقافي أعلى من نظيره في أي جهة قضائية أخرى اللي بتاخد بس ليسانس الحقوق. هيبدأ تنفيذ هذا الأمر وهيبدأ تأكيد هذا الأمر اعتبارا من 2022 القادم، على أساس إن احنا بندي فرصة
للخريجين للملتحقين بكليات الحقوق المختلفة ان هم يبقوا عارفين انه 2022 مش هيبقى دخول نقابة المحامين مفتوح، مش هيبقى زي ما دخلته وزي ما دخلنا احنا، انما هيبقى بضوابط جديدة وبقواعد جديدة وبأسس جديدة ترسخ للمحامين وترسخ للمحاماة قيمة وأساس لا يستطيع أحد أن يتراجع عنه أو يخذله. كان حدث التباس في سن الشباب واتنشر على أنه 25 سنة، صحة الأمر 35 سنة مش 25، يعني ده خطأ مادي ورد في السياق. أمر الآخر الترشيح للموقع على مستوى النقابة العامة من خلال تمثيلا لدوائر الاستئناف وليست أسيرا، تمثيلا للمحاكم الابتدائية، بمعنى أنه العضو أو اثنين بينتخبوا على مستوى دائرة محكمة الاستئناف لكن من عموم الجمهورية. الأمر الآخر دخل مستوى النقابة الفرعية الواحدة، أعضاء النقابة الفرعية بينتخبوا من عموم الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية، لكن لازم يضمن يبقى في حد أدنى أن كل مركز أو كل محكمة جزئية هيكون لها ممثل أعلى الأصوات في هذه الدائرة، وبالتالي نقدر أن نبقى جمعنا بين قوة الجمعية العمومية في اختيار ممثلينها، وأيضا في فضل اشتباك حول خصوصيات الجزئيات أو المحاكم الابتدائية. وكان عندنا في كثير، يمكن في قرار الشيخ ما كانش فيه مشكلة، إنما في محافظات كثيرة كان عضو المحكمة الابتدائية عن النقابة العامة في أزمة مع النقيب الفرعي، وكانت هذه الأزمة بتصدر إلينا. ما أنا بقول أنا استسلمت كفر الشيخ والله. ما عندناش أزمة. كانت بتصدر إلينا. كفر الشيخ ما عندناش أزمة. كانت بتصدر إلينا في إن كل يوم في مشكلة بين ممثل المحكمة الابتدائية وبين ممثل النقابة الفرعية، وبالتالي إحنا حبينا نفض هذا الخلاف بحيث إن الكل يتعاون في أداء ما للنقابة الفرعية للنقابة الفرعية وما للنقابة العامة للنقابة العامة.